السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار يا شباب؟ موقع مهم جدا، كنز بمعنى الكلمة، يحتوي على ملايين الكتب العلمية والأبحاث العلمية، مناقشات، رسائل، ماجستير ودكتوراه، وكلها PDF، وتقدر تعملها داونلود وتستخدمها أو تاخد منها المعلومات اللي أنت عايزها، تمام؟ يعني الموقع ده كنز بمعنى الكلمة لناس كتير، خصوصا اخواتنا وحبايبنا اللي بيحضروا رسائل ماجستير او دكتوراه او حتى بيكتبوا ابحاث ومش لاقيين معلومات او بيتعب ان هو يروح مكاتب في محافظات مختلفة عشان يجيب منها معلومات او حتى بيتعب في ان هو يلاقي موقع بسهولة على النت عشان يجيب منه معلومات موثوقة. ده انت كده في الفيديو ده هتطلع انك تقدر تنزل اي كتاب موجود في اي مكتبة بسهولة جدا، والكتاب باسم الناشر بتاعه المؤلف يعني بكل البيانات اللي فيها هتبقى موثوقة جدا جدا جدا. فتعال افتح معايا جوجل كده واكتب في شريط البحث مذكرات تخرج، تمام؟ اضغط انتر، هيظهر معاك اول لينك هنا كده، ده مكتوب قاعده مذكرات التخرج، رسائل ماجستير دكتوراه بصيغه PDF، ده المهم، بصيغه PDF، تمام؟ اضغط عليه. بص جاب لك ايه، قاعده مذكرات التخرج والدراسات الاكاديميه، تمام؟ موقع حلو جدا 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 يعني. طيب اول حاجه موجوده فيه بيقول لك مكتبات الكترونيه مجانيه، واخد بالك؟ مجانيه، تمام؟ موجود بعد كده قال لك شروحات علمية للباحثين، وكمان قال لك هتقدر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تمام؟ المحاسبة المالية، الإدارة، الموارد البشرية، دراسات إدارة أعمال، تمام؟ علوم اجتماعية وإنسانية، وبص بقى علم الاجتماع وعلم النفس ومناهج وطرق تدريس، أدب، فكر وفلسفة، إعلام، تنمية بشرية، كل ده. كمان هتلاقي لغات، لو عايز تتعلم إنجليزي تتعلم تركي، بقية اللغات كمان بص وهتطمنك كل اللغات موجودة هنا في بقية اللغات. قال لك كمان في الفيزياء والرياضة، قال لك دراسات حول الأمن الصناعي، كتب لغات البرمجة، دي مهمة جدا على فكرة، لو أنت بتتعلم لغة برمجة مثلا PHP وعايز كتاب بيشرح اللغة دي فهتجيبه من هنا بسهولة وهتحمله بسهولة جدا. كتب الطب والتغذية، علوم الزراعة، تمام؟ كل ده موجود معانا، هناخدهم مع بعض كده تبويب تبويب سريعا عشان تعرف إيه اللي موجود وإزاي تقدر تحمل أي كتاب موجود. هناخد اول حاجه مكتبات الكترونيه مجانيه، اضغط عليها كده هيبدا يجيبها لي بالشكل ده كده اهو. بص بقى، اول مكتبه الكترونيه موجوده عندنا مكتبه الملك عبد العزيز العامه المفتوحه مجانا، على فكره دي مكتبه من المكاتب العالميه العملاقه. تاني حاجه موجوده، بص، تحميل كل كتب مكتبه الاسكندريه، لاحظ معايا، مجانا، تمام؟ بعد كده مكتبة سيمانور، المكتبة الرقمية العربية، مكتبة أمازون، واخد بالك؟ أمازون الصوتية متاحة مجانا، كتب صوتية في جميع المجالات. بيقول لك كمان إيه؟ تحميل كتب مكتبة المصطفى الإلكترونية. بص، هو إحنا واقفين في الصفحة الأولى، هم 25 صفحة مليانين مكتبات إلكترونية تقدر تحمل منهم الكتب اللي أنت عايزها، تمام؟ لو رحنا مثلا إحنا لمكتبة اسكندرية بتاعتنا طبعا، انا ممكن انزل اروح مكتبه اسكندريه اقعد فيها. انت لو في محافظه تاني، لو في اي دوله تاني وعايز تدخل على كل الكتب بتاعه مكتبه اسكندريه، ده هيوفر عليك كتير جدا كده. ضغطنا عليها، ننزل تحت شويه كده واكتب كتب مكتبه الاسكندريه. بص هيعمل معايا ايه دلوقتي، كمان احلى الدرايف اللي هو جوجل درايف بتاع المكتبه. بص بقى كل الافرع اللي موجوده في المكتبه، اثار، اداره، ادب، اعلام، بلاغه، قران كريم، اقتصاد، تاريخ، تفسير، ثقافه اسلاميه، عقائد، علوم، فنون ومسرح، فكر عربي، كتب متنوعه، قصص وروايات، علوم، بص، روايات، لغه عربيه، مجالات، بص، حاجات كتير جدا جدا، تقريبا كل اللي ممكن تكون محتاجه هتلاقيه هنا. يعني لو رحنا فتحنا مثلا ثقافه اسلاميه، ضغط عليها بس كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هيبدا يفتح لي كل الكتب اللي موجوده جوه، بص، عشان هي فيها كم هائل فهتلاقي تحملها تقيل، حاجه بسيطه معاك. بص بقى، فتحنا الثقافة الإسلامية، تراث الإسلام، الفيزياء ووجود الخالق، تذكير النفس بحديث القدس، تمام؟ حاجات، بص، مثلا هنقول تراث الإسلام، شوف جوه تراث الإسلام إيه، عندك تراث الإسلام 1 وتراث الإسلام 2، واخد بالك؟ ده كتاب كامل PDF أهو، اضغط عليه ضغطتين هيبدأ يفتح معانا أهو. بص، كتاب تراث الإسلام، بدل أنت ما تتعب نفسك وتنزل تروح المكتبة، لا، الكتاب موجود عندك أهو،
اهو، انزل كده هتلاقي كل الايه الكتاب كامل معاك اهو. طيب هيجي حد 417 صفحة الكتاب، لو واخد بالك احنا واقفين في صفحة 7 من 417. طيب هيجي حد يقول لي انا ازاي احمله، شايف ممكن تطبعه على طول هنا اهو، تمام اهو، لو وقفت عليه يقول لك طباعة، ولو عايز تنزيل اضغط عليه هيقول لك تنزيل وجاري الفحص، وهيبدأ يعمل لك تحميل للكتاب. بص تراث الاسلام الكتاب نزل عندي اهو، لو انا رحت فتحت اصلا الداونلود هلاقيه موجود عندي واقدر ان انا استخدمه، تمام. ده مثلا كتاب، لو انت بقى بتدور على اي كتاب هتلاقيه بنفس الطريقة وتحمله بنفس الطريقة برضو، تمام. هنبدأ نرجع تاني كده اهو، ارجع عادي اهو، دي كده دخلنا احنا مكتبة اسكندرية وخرجنا اهو، تمام. كل بقى الكتب قلت لك كل المكتبات موجود فيها جميع الكتب اللي ممكن تحتاجها، اكيد في 25 صفحة فيهم مكتبات، وكل مكتبة تحتوي على الاف او ملايين الكتب، فده هيسهل عليك كتير يعني اهو. لو رحنا مثلا صفحة 2 اهو، دخلنا على صفحة 2 وننزل تحت، بص بقى موجود ايه مثلا ضمن الحاجات. بص وكالة ناسا، وكالة ناسا لو ضغطنا عليها كده الكتب بتاعت وكالة ناسا، بص على طول هيروح مدخلني لللينك المباشر اللي يخليني ادخل على المكتبة او مكتبة وكالة ناسا اللي وكالة ناسا حطاها يعني، تمام اهو. بص عامل ازاي، هروح على طول اضغط على داونلود وبعدين اروح على اي بوكس، تمام، عشان اجيب الكتب، تمام اهو. دي الكتب اللي موجودة في وكالة ناسا، اضغط مثلا على ده او اعمل سيرش طبعا باسم الكتاب اللي انا عايزه او المجال اللي انا عايزه، تمام، او المجال اللي انا عايزه، تمام. هيبدأ يظهر معايا كده، بص انزل تحت كده شوية هتلاقيه بيقول لك ان انت ممكن تحصل عليه كملف بي دي اف، تمام اهو، اضغط عليه اقول له انا عايزه ماشي بي دي اف، شوف هيظهر معايا ازاي. بص اهو كتاب اهو 140 ورقة، واللي معمول تبع او انتاج شركة ناسا، والفهرس بتاع الكتاب اهو، تمام. وتبدأ تنزل وتقرا زي ما انت عايز، وطبعا زي ما احنا لسه كنا بنقول لو انا عايز احمل الكتاب اروح اضغط على السهم اللي نازل تحت اللي مكتوب عليه تنزيل او داونلود دوت، هيبقى في ايدي الكتاب موجود عندي على الجهاز بتاعي واقدر ان انا استخدمه في اي وقت. ده مثلا مكتبة اهي، دي تاني مكتبة يعني اهو، زي مكتبة اسكندرية الاول، ودي كانت مكتبة ناسا. طبعا قيس على كده مكاتب كتير جدا 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 موجودة، تمام. هنرجع تاني كده للصفحة الرئيسية بتاعت الموقع اهو، تمام. تاني حاجة موجودة او تاني تبويب موجود معانا، شروحات علمية للباحثين، اضغط عليها كده اهي، خلصنا المكتبات اللي فيها طبعا ملايين ملايين الكتب، واضغط على شروحات علمية للباحثين اهو. بص اول حاجة، كيف تعثر على دراسات سابقة لاطروحاتك، تعلم رسم منحنى بياني باحتراف، اقوى برنامج لتعديل ملف بي دي اف، دي كلها شروحات معمولة من قبل ناس تانية ونزلتها او الموقع مجمعها وحطتها لك هنا، تمام. حاجات كتير ممكن تستخدمها، برضو 15 صفحة موجود فيها مجموعة شروحات ممتازة، لازم هتلاقي فيها لو انت محتاج اي حاجة انك تتعلمها او تعرفها هتلاقيها موجودة. يعني مثلا انا بقول لك في الشروحات اللي محطوطة هنا اهم خمس طرق للربح من الانترنت من المنزل، بص اضغط عليها كده بقى ونشوف هتيجي ازاي اهو. اهم خمس طرق للربح من المنزل، انت كده بتدور على الموضوع ده وتقول لك انا انشئ قناة يوتيوب او اعمل تسويق او اعمل ايه اهو. واحد العاب اونلاين، تسويق مقابل العمولة، تشتغل مقابل العمولة، تشتغل ماركتنج يعني يقصد، منصات العمل الحر الفريلانسر، صانع محتوى على اليوتيوب، تمام اهو. كل الحاجات دي بيقول لك ان هي تقدر تخليك تبقى يبقى عندك ربح يعني من المنزل من على الانترنت، تمام. في ناس تقول لك عمل ترقيم تلقائي للجداول في الوورد، واخد بالك يعني حد منزل الشرح بتاعه كده فهم خدوه حطوه هنا، تمام. عمل عرض باوربوينت شرح مبسط، كل الحاجات ديت ممكن تبقى محتاجها، ودور بقى زي ما انت عايز على اللي انت عايزه هتلاقيه. التبويب الثالث بيقول لك العلوم الاقتصاديه، تمام، فيها المحاسبه الماليه وعلوم الاداره والموارد البشريه، لو انت عايز تشتغل بقى الايه الاتش ار، الناس الاتش ار وعايز بيدور على حاجه من هنا مثلا الموارد البشريه وعلوم الاداره اهو، انزل تحت بيقول لك بقى رسائل ماجستير في التدريب، واخد بالك، كتب عن الرضا الوظيفي، رسائل ماجستير في اداره الموارد البشريه، الناس اللي عايزه تتعلم اتش ار هيجي ينزل هنا الكتاب دوت وهيستخدمه، نموذج مذكره تفاهم بين شركتين او بين شركتين او شركه خاصه ومؤسسه عامه. بص يعني حاجه كده بالنسبه لي وهم، واغلب الناس هيبقى بالنسبه لها الموضوع ده
يعني حاجة كنز بالنسبة له ان هو يجيب منها اي معلومات او اي كتاب عايز يقراه بصيغة البي دي اف هيلاقيه موجود هنا. التبويب اللي بعد كده بيقول لك العلوم الاجتماعية والانسانية، الناس اللي عايزة تشتغل مثلا المدرسين وبيعمل ماجستير او دكتوراه في طرق التدريس او المناهج وطرق التدريس، علم النفس كله موجود هنا. لو ضغطت على مناهج وطرق التدريس دي كده هيبدأ يفتح لك ويقول لك تحمير رسائل ماجستير في ادارة الازمات، التحصيل الدراسي، برنامج ادارة المدارس، علاقة الصلابة النفسية، التحصيل الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات، التحصيل الدراسي 22 ورقة فيهم كل الكتب اللي تخص الايه المناهج وطرق التدريس. تمام. اللغات، الناس اللي عايز تتعلم انجليزي مثلا، يعني لسه كنا بنقول الانجليزي من الحاجات المهمة اللي لازم تتعلمها. اكاديمية ادراك اهي حطلك كورس كده للمبتدئين في اللغة التركية مثلا، اهو محادثات بين اتراك مترجمة، اللغة التركية، تعلم اللغة التركية، كل ده بي دي اف واخد بالك انت هتنزله وتتعلم منه بجانب مثلا لو انت هتشتغل على فيديوهات. تمام. اللغة الانجليزية برضو لو اخترتها هي برضو كتاب قواعد اللغة الانجليزية المبسط، واخد بالك اكثر الجمل شيوعا واستخداما في اللغة الانجليزية، ده كنز فعلا، كنز للناس اللي عايزة تتعلم لغة، عايزة تتعلم اي حاجة، بيعمل رسالة ماجستير او حتى بيعملش رسالة ماجستير او دكتوراه، عايز يتعلم لغة، عايز يتعلم حاجة جديدة. يعني مثلا في ناس هتقول لك بص التبويب اللي بعد كده كتب الفيزياء والرياضيات، ناس بعد كده هتقول لك انا عايز اتعلم لغات برمجة. تمام. في ناس مثلا انا حابب اتعلم HTML او PHP، اهو انزل تحت كتاب تعلم اللغات، تعلم البرمجة بلغة PHP، واخد بالك من الحاجات جميلة جدا يعني تعلم البي اتش بي، يعني دي لغة برمجة دلوقتي موجودة واغلب شغل الناس موجود عليها. تمام. اهو حد هيقول لي انا عايز احمله، طيب تمام انزل تحت شوية كده وتحميل الدراسة، اهو اضغط على دي هيبدأ ليرن بي اتش بي، اهو ليرن بي اتش بي بروجرامينج. تمام. بي دي اف، ملف بي دي اف تعلم البرمجة بلغة البي اتش بي والناس المؤلفين بتوعه والكتاب اهو بيقول لك باللغة العربية، اهو بدأ لك بدايتك مع لغة البي اتش بي، الثوابت، المصفوفات، التعامل مع الصور، الحاجات دي كلها كتاب كامل اهو، بص كتاب كامل 304 ورقة بيشرح لك لغة بي اتش بي، بجانب بقى لو انت بتاخد كورس على اي منصة اونلاين ومعاك الكتاب دوت وجهاز الكمبيوتر معاك هتبدأ انت بقى ايه تتعلم اللغة. ادي لنفسك 3 اسابيع شهر هتلاقي نفسك طالع بمحصلة كبيرة جدا في اللغة او في المجال اللي انت عايز تتعلمه. تمام. بعد كده في تبويب، التبويب الاخير ده مثلا اهو كتب الطب والتغذية، علوم الزراعة طبعا هتلاقي برضو فيها كل اللي انت محتاجه اهو. تمام. اهو فبالنسبة لي زي ما قلت في بداية الفيديو الموقع ده كنز من الكنوز اللي مدارية اللي ناس كتير ما تعرفهاش، عشان كده انا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو دوت عشان اعرفكم بالموقع دوت، لان ناس كتير بعد ما تشوف الفيديو دوت فعلا مش هتقدر تستغنى عن الموقع دوت، لانها بسهولة جدا يقدر يخش على المكتبات الالكترونية وينزل ويخش على مكتبة اسكندرية وينزل الكتاب اللي هو عايزه بصيغة البي دي اف، ممكن بعد كده يطبعه وممكن بعد كده يقراه على الموبايل يقراه على اللابتوب بسهولة جدا. واتمنى ليكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.